نشاط مكثف لكلية الصيدلة الإكلينيكية بجامعة الملك فيصل في مجال المشاركة المجتمعية ودعم البحث العلمي وخدمة المجتمع. فبعد وقت قليل من توقيع اتفاقية شراكة مع مستشفى الأحساء، وقعت كلية الصيدلة على اتفاقية تعاون أخرى مع مجموعة صيدليات النهدي لتبادل الخبرات في مجال الصيدلة ودعم الأنشطة الصيدلانية والأبحاث العلمية وتدريب الطلاب وتوظيف الخريجين. تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم تدريب الطلاب كلية الصيدلة الإكلينيكية ودعم الأنشطة الثقافية، ومنها أيضا دعم الأبحاث فيما يخدم مهنة الصيدلة، وإن شاء الله أن هذه تكون اتفاقية فيها خدمة للوطن وللمجتمع بإذن الله، وتحقيق رؤية المملكة إلى 2030 بإذن الله إن شاء الله. الاتفاقية وقع عليها الدكتور عبد الرحمن بن سلطان العنقري، وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، نيابة عن معالي مدير الجامعة. وتأتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات تقوم بها الجامعة في مجال التدريب العملي في مجالات العمل المختلفة، كما تقوم مجموعة صيدليات النهدي بتدريب الطلاب على المهارات الأساسية في مجال الصيدلة لتأهيلهم لسوق العمل وفق برنامج تهيئة الجامعيين جسور. هذه أحد مبادرات شركة النهدي لمسؤوليتها الاجتماعية. برنامج اسمه جسور كان يهدف فعليا لعملية ربط القطاع الخاص بالحياة الأكاديمية. احنا كلنا كنا طلاب في يوم من الأيام، الطالب يفتقد دائما، يخرج من الجامعة يفتقد الحياة التطبيقية في العمل. فهدفنا تحديدا هو ينطلق من هذا المنطلق، انه احنا كيف نمارس كقطاع خاص، نحاول انه احنا نربطه بالحياة العملية، ونحاول بالبرامج التدريبية والتعاقدات مع الجامعات بحيث انه احنا نقدر نوفق بين الاحتياج بين سوق العمل وبين الخريجين الأكاديمية. وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة عمل تجمع بين العمل الأكاديمي والخبرة الميدانية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، ولتدعم دور الجامعة في خدمة المجتمع.